بكم مشاهدينا الكرام من جديد وفقرة جديدة نلتقي من خلالها عبر الهاتف مع الأستاذة جميلة سيد علي عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق برابطة الأدباء الكويتيين، وسيكون الحديث معها حول احتفال رابطة الأدباء الكويتيين بختام مسابقة شيخ باسم المبارك الصباح للإبداع الشبابي في الشعر الفصيح والقصة القصيرة. مساء الخير أستاذة جميلة، ويا هلا ويا مرحبا فيك معنا في برنامج مساء الخير يا كويت. مساء النور أستاذة آلاء، أشكر برنامج مساء الخير يا كويت لهذه الاستضافة الطيبة، وأرحب فيك وفي الأخوة المشاهدين. مساء المبارك أستاذة جميلة، وحياك الله معنا من خلال البرنامج. في البداية ودي تعطينا فكرة عن الإجراءات الجديدة اللي أضيفت لمسابقة هذا العام. اسمح لي بداية أستاذ عيد أني أقدم لك فكرة موجزة عن المسابقة. مسابقة الشيخ باسم المبارك الصباح الإبداع الشبابي في الشعر الفصيح والقصة القصيرة نظمتها رابطة الأدباء منذ سنوات برعاية الشيخ باسم المبارك. هي حرصت على دعم الشباب في الرابطة من بدايات الألفية الثالثة إلى اليوم، وطبعا لها احنا نقدم أوافر الشكر والتقدير. نعتز في الكويت بأن أسماء أدبية فرضت وجودها على الساحة الثقافية بإبداعاتها، طبعا حصلت على هالجائزة في بداية مشوارها الأدبي. لهذا السبب أنا أدعو باسم رابطة الأدباء ومن خلال برنامج مساء الخير يا كويت الشباب لاستمرارية المواصلة في الاشتراك في المسابقة في الأعوام القادمة، لأن التنافس يحفز الكاتب على الكتابة ويمكنه من إظهار أدواته الإبداعية. أما بالنسبة لسؤالك أخي عيد بخصوص أهم ما يميز المسابقة في هذا العام، فهو عودتها إلى الساحة الأدبية بعد توقفها في السنوات الماضية. الجانب الآخر اللي يميز المسابقة هو فضلت في بالنسبة لظروف الجائحة والوباء اللي مر فينا، وهذا شيء طبعا حفز الكثير من الكتاب والأقلام على التعبير عن هذا الموضوع. طيب أستاذة جميلة، شنو أهم الإرشادات والتوصيات اللي قدمت للمتسابقين حول التخطيط المتقن والأفكار الجديدة للوصول إلى الفوز في هذه المسابقة؟ أستاذة لا، أنا يهمني أيضا أوضح أن رابطة الأدباء هي تحتضن الأدباء الشباب بشكل خاص وترعى الإبداع الأدبي بشكل عام. بالنسبة لنا أهم متطلبات الإبداع بكافة صورة، وأنا أتكلم عن الإبداع الأدبي، أن نحن نفتح المجال لانطلاق الخيال والكتابة بدون قيود نفرضها على الكاتب أو الشاعر. عشان كذي نلاحظ أن إحنا في المسابقة ركزنا فقط على اتباع قواعد اللغة العربية في القصة والشعر، ركزنا على تحديد الكلمات في القصة أو عدد الأبيات الشعرية المشاركة، ولكن ما يتعلق بمضمون أو فكرة النص اللي سيتم الاشتراك فيه فهذا تركنا الحرية فيه لاختيار المشاركين. طبعا في هذا المجال أنا أحب أوضح أن وصلتنا أفكار ما شاء الله متنوعة ومختلفة، تناولت وايد موضوعات متعددة تشغل تفكير الشباب بالدرجة الأولى، وطبعا تشغل تفكير الإنسان بشكل عام. الموضوعات المشاركة اللي شارك فيها الشباب تضمنت طموحات وتجارب ذكريات، بعض المعالجات لمواقف وبعض السلبيات، وطبعا أيضا في مشاركة صراحة تكررت بين عدد من المشاركات والمشاركين وهو موضوع الجائحة. طبعا هذا الوباء انتشر وأدخلنا في تجربة مريرة، وأنا يعني متأكدة أن معالجة الموضوع ستتم على أعوام متتابعة في المستقبل. نعم. المهم أن احنا يعني لم نفرض موضوع محدد للمشاركة، تركنا المجال للجان التحكيم اللي اتخذ قرار بخصوص العمل الفائز في المجالين القصة القصيرة والشعر. وأنا طبعا يسعدني أني من خلال برنامج مساء الخير يا كويت أني أتوجه بالشكر للجان التحكيم لعملهم التطوعي في قراءة النصوص المشاركة وتقييمها واختيار الفائز في كل مجال، وأن أبارك للفائزين حصولهما على جائزة الشيخ باسم الصباح للإبداع الشبابي. أستاذة جميلة سيد علي عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق برابطة الأدباء، شكرا لك على هذه المداخلة وهذا التوضيح الخاص بهذه المسابقة، وعساكم على القوة وموفقين إن شاء الله في هذه المسابقات يعني المختلفة.